بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. طلاب الصف الثالث الإعدادي، أهلا بكم، معكم الأستاذ سليمان. سنتحدث اليوم عن درس هام جدا من دروس النصوص. قبل أن نتحدث عن الدرس نعرض لكم هذا السؤال. السؤال بيقول: ما أثر التفاؤل على النفس البشرية؟ ما أثر التفاؤل على النفس البشرية؟ طبعا يا شباب، تفاؤلوا بالخير تجدوه. لابد للإنسان أن يكون متفائلا دائما حتى يحب الحياة وحتى يجعل من نفسه إنسانا طموحا. فالتفاؤل هو مرحلة مهمة جدا في حياة الإنسان، فبالتفاؤل يستطيع الإنسان أن يصل إلى أعلى المراتب. درسنا يتكلم عن التفاؤل بس بعنوان كن جميلا. كن جميلا ترى الوجود جميلا. إذا رأيت في نفسك شيئا جميل فإنك سترى العالم طبعا جميلا. كن جميلا للشاعر إيليا أبو ماضي. إيليا أبو ماضي شاعر لبناني، ولد عام 1889، ويعد من أهم شعراء المهجر في أوائل القرن العشرين، وله ديوان بعنوان تذكار الماضي، وتوفي عام 1957. تعال بعد كده نتعرف على نصنا الجميل، نص كن جميلا. كن جميلا للشاعر إيليا أبو ماضي. أي هذا الشاكي وما بك داء، كيف تغدو إذا غدوت عليلا؟ إن شر الجنات في الأرض نفس، تتوقى قبل الرحيل الرحيلة. وترى الشوك في الورود وتعمى، أن ترى فوقها الندى إكليلة. وترى الشوك في الورود وتعمى، أن ترى فوقها الندى إكليلة. هو عبء على الحياة ثقيل، من يظن الحياة عبئا ثقيلا. والذي نفسه بغير جمال، لا يرى في الجمال أو لا يرى في الحياة شيئا جميلا. فتمتع بالصبح ما دمت فيه، لا تخف أن يزول حتى يزول. أي هذا الشاكي وما بك داء، كن جميلا ترى الوجود جميلا. نص ممتع وشيق وله فكرة رائعة. تعال بعد نعرض على أبيات النص. أي هذا الشاكي وما بك داء، كيف تغدو إذا غدوت عليلا. إن شر الجنات في الأرض نفس، تتوقى قبل الرحيل الرحيلة. وترى الشوك في الورود وتعمى، أن ترى فوقها الندى إكليلة. يخاطب طبعا الشاعر الإنسان المتشائم دائما، ويقول له: أنت بصحة جيدة، فكيف يبدو حالك عندما تصبح مريضا؟ لماذا الشكوى؟ لماذا التألم وأنت بصحة جيدة؟ كيف يكون حالك إذا أصبحت مريضا؟ إن أسوأ المذنبين في الأرض هم الذين يخافون الموت قبل حدوثه. الإنسان دايما اللي بيرى الأشياء كلها متشائم، أو يرى الأشياء من وجهة نظر المتشائم، يخاف الموت حتى قبل حدوثه. تمام. وطبعا لابد أن نعي أن الموت حق، ولا بد أن نعي أيضا وأن نفهم جيدا أن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، أحب الله لقاءها. طيب. وترى الشوك في الورود وتعمى. طبعا يخاطب الإنسان المتشائم ويقول أنه بنظرته المتشائمة لا يرى الوردة بجمالها ورائحتها الطيبة، ولكن يرى فيها الشوك. ده معنى أو شرح الثلاثة أبيات. أي هذا الشاكي وما بك داء. ما معنى كلمة داء؟ طبعا الشاكي
يعني المتألم، تمام كده، والشاكي عكسها الراضي طبعا زي ما احنا عارفين، وده يعني مرض. كيف تغدو أي تصبح، إذا غدوت عليلا، عليلا معناها مريضا، وطبعا عكسها معافى. إن شر الجنى، شر الجنى اللي هو أسوأ المذنبين، تتوقى أي تخاف الرحيل اللي هو الموت. وطبعا أن ترى فوقها الندى إكليلا، إكليلا هنا المقصود بها التاج، وجمع إكليل أكاليل. راجع معايا كده المعاني أو اللغويات، تمام كده. نتعرض أيضا إلى مواطن الجمال. أي هذا الشاكي، أي هذا الشاكي، هنا أسلوب نداء طبعا غرضه التنبيه، وما بك داء أسلوب نفي طبعا بيحث على طبعا المتشائم أن يبعد طبعا بأسلوب نفي. كيف تغدو إذا غدوت عليلة، عندي كيف تغدو أسلوب أيضا استفهام، بس هنا غرضه التعجب والاستنكار. إن شر الجناة عندي أيضا هنا أسلوب يستخدم إليه بماضي أساليب كثيرة جدا، من أسلوب النداء في أي هذا الشاكي، أسلوب الاستفهام في كيف تغدو، وما بك داء أسلوب نفي، وأيضا إن شر الجناة في الأرض نفس، هنا طبعا أسلوب مؤكد بإن. تتوقع قبل الرحيل، الرحيلة هنا أسلوب قصر، أسلوب قصر هنا شباب زي ما احنا متعودين بتقديم الظرف وبعديها المضاف إليه قبل المفعول به. فالمفروض هنا طبعا تتوقع الرحيل قبل الرحيل، فهنا طبعا الشاعر استخدم اسلوب قصر يفيد التخصيص والتوكيد. وترى الشوك في الورود وتعمى، ترى وتعمى بينهما طبعا تضاد. ان ترى فوقها الندى اكلينا، وهنا في تشبيه جميل جدا جدا ان هو شبه قطرات الندى بتيجان تعلو الورود وتزينها. راجع معي كده مواطن الجمال. ننتقل إلى الآيات الأخرى، الأبيات الأخرى عفوا. هو عبء على الحياة ثقيل، من يظن الحياة عبئا ثقيلة، والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الحياة شيئا جميلا، فتمتع بالصبح ما دمت فيه، لا تخف أن يزول حتى يزول، أي هذا الشاكي وما بك داء، كيف تغدو كن جميلا ترى الوجود جميلا. طبعا هنا بالنسبة لمعاني أو بالنسبة لتفسير هذه الأبيات، طبعا الشاعر هنا بيخاطب المتشائم الذي يرى نفسه أو الذي يرى كل شيء في حياته، كل شيء في حياته ثقيل، فهو نفسه عبء ثقيل على الحياة. وأيضا الذي لا يرى في نفسه شيئا جميلا، أكيد طبعا أو طبعا لا يرى في الحياة شيئا جميلا. فهنا آخر بيتين هنا بينصح الإنسان المتشائم وبيقول له تمتع بكل اليوم، بكل النهار، لا تخف حتى يزول، يعني تمتع بكل دقيقة وتمتع بكل ثانية تمر من عمره. وفي الآخر خالص في آخر بيت طبعا نهاب طبعا ببيت جميل جدا، أي هذا الشاكي وما بك داء، كن جميلا ترى الوجود جميلا. طيب، هو عبء، عبء يعني حمل، وجمعها أعباء، من يظن، يظن يعني يعتقد، وعندي أيضا تمتع أي استمتع بالصبح، الصبح هنا المقصود به طبعا أول اليوم أو طبعا اليوم، الصبح جمعها الإصباح، الأصباح، وعكسها المساء. لا تخف أن يزول، يزول يعني ينتهي، وعكسها يبقى. هنا لغويات نراجع مع بعض هنا كده. طبعا الصبح زي ما احنا قلنا كل شيء جميل. نتعرض لمواطن الجمال. هو عبء على الحياة ثقيل، من يظن الحياة عبئا ثقيلة. طبعا ده هنا نظرة للمتشائم يا شباب، تعبير يدل على شدة الضيق من المتشائم. تمتع بالصبح، طبعا ده اسلوب امر غرض النصح والارشاد. لا تخف اسلوب نهي غرض النصح والارشاد ايضا. كن جميلا اسلوب امر غرض النصح والارشاد. ترى الوجود جميلا، طبعا ده نتيجة للامر الذي قبلها. وهنا قد انتهينا من نصنا الجميل، نص كن جميلا.
للشاعر إيليا أبو ماضي. أرجو أن تعم الفائدة لكل الطلاب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.